جالي فوانيس، يعني انا عيان عيان وجالي جفاف وقعت، ومصر كلها سأل، مش مصر والعالم العربي كله سأل، بدا من اخويا تركي الشيخ كله سأل عني. تمام. وده كل شيء راح بقيت ايه، خمس فوانيس ورا بعض في رمضان. يا ابني انت بتتعامل مع طفل، طمن الناس لو مجلس الاداره عنده مخالفه واحده، النائب العام ده القضيه بيحولها في 24 ساعه، احنا متابعين، بيعمل بيان ويحول على طول. انما احنا قدمنا لسيادته، انا يعني انا اللي كتبت المذكرتين باسمي، صفت رئيس مجلس الاداره عن الزملاء، وشنطتين مستندات تؤكد براءه المجلس. نصفي حسابات مع حد، انما احنا هنرجع الحقوق لاصحابها، وكل من تم الانتقام منه بسببنا هيرجع له.